السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج يوسف الحاج، وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. حجي، حضرتك حدثت أنه كنت تخلط القمح مع الذرة الصفرة. طب شو البيضة مش الصفرة، البيضة. طب شو السبب يا حجي؟ أنه يعني ما هو منشان يختلط الطحين، إذا يعني في توفير أكثر مثلاً، وفي توفير لأنه رخيصة الذرة البيضاء وبيقل أكثر من القمح. طيب حجي، كان في عندكم بياعين أقمشة في القرية أو كان ناس يجيبون؟ كان يجوا من لبنان أكتاف من يحملوا بيعوا أقمشة. شو كنتوا تسموهم يا حجي؟ هذول يجوا من برجة بياعين، ماش براجل. يعني كنتوا تسموهم برجوية أو برجة براجل؟ برجوية. تتذكر أنواع الأقمشة حجي اللي كانوا يجيبوها؟ أكتان، أحرير، كلها ألبسة نسائية، ما في ألبسة. في ماركات معينة كنت يعني؟ أي ما بفكرش في الماركة. طيب كان في خياطين يا حجي في القرية؟ لا، كنا نروح نخيط عند واحد من صلحة من بيت القصير، كان نخيط طومي عنده أو بناطلي. تذكر شو اسمه يا حجي؟ أتذكر الناس، هذيك اليوم شفته بالمستشفى صار اختيار. طيب ما زال يا حجي هو؟ بعده طيب. انت اسمه محمد أبو علي، محمد علي، اسمه محمد علي. أيوه عظيم. طيب حجي، يعني نساء القرية ما كانوا يخيطوا؟ ما كان حدا منهم بخيط؟ كان النساء يخيطوا بالإبرة على إيد، على الإيد. ما استخدموش المياكين يا حجي؟ لا، أي ما استخدموا المياكين. طيب حجي، كان في عندكم نجارين في القرية؟ كانوا نجارين عربي مثلا، يعمل العود الفلاحة وآلة الفلاحة يعملوها، بس صناديق يعملوه برا، لوع من تجبيل أو صفد يجيبوها صناديق لبرا. طيب مين اللي كان يعمل عود الحراث يا حجي؟ أبوه كان يعمل عود الفلاحة، واحد اسمه محمود حوا، واحد اسمه إسماعيل الصالح، هذول كانوا شاطرين بعملان الأيوان. محمود حوا من أي عائلة يا حجي؟ بيت حسين العلي. طيب حجي، شو كانوا يستخدموا النجارين العود الحراثة؟ بالقدوم مزني والمرة. طيب أبواب وشبابيك حجي مين كان يصنعها؟ كان يجيبوها من برا جاهز يعني؟ جاهز. طيب كان في حدادين يا حجي عندكم في القرية؟ لا لا، لما نروح نعمل الأحداد بيروح، إذا مثلا سكة تبعت الفلاحة تهتر يروح نوصلوا لواصل بيروح. أنا أحمل العقل تحسموها حسم عندهم يا حجي؟ آه. طب تصنيعها وين كان يكون يا حجي؟ بيرون. بيرون كانوا صنعوها يعني؟ صنعها خاصة مش يوم يعني. طيب حجي، تتذكر مين كان يحذي الخيل عندكم؟ قليل، كنا نروح من تجبيل يحذي الخيل. من تجبيل؟ والسكاكين يا حجي؟ السكاكين نجيبها من تجبيل أو من صفا. مين كان يجلخها؟ كان في مجلخ عندكم؟ لا لا، ما كان. كان يجيكم مجلخ على القرية؟ يعني صدف. صدف؟ نعمل مجلخ على كتف. طيب كان في عندكم حجي منجد في القرية؟ منجد لا، كان يعمل سروجة الحمير أو الخيل من تجبيل. واحد اسمه علي جعفر كان يعمل، هذا كان شاطر بالشغلة. طيب حجي، مصلح أحذية سكافي كان موجود عندكم في القرية؟ برضو الرواب انتجبه. طيب حجي، كسرات حجارة أو كانوا إذا بدو يصبوا بطوني كسروا حجار بشواكيش، ما في كسرات، حطوا شاكوش بنفس القرية حجي ولا؟ نفس القرية. طيب استخدمتوا الإسمنت حجي؟ آخر مني، الأول ما كان يستخدمه. مين كان يعني مشهور بتجارة الإسمنت يا حجي إذا كان؟ يعني يروح يجيبه من صفد، يشتروه مشترى ويجيبه من يعني. اللي بده يبني يعني هو يروح يجيبه حاجة. اه هو. أما ما كانش حدا يجيب. لا لا لا. بده طيب يصب لنا بطون ويروح يجيبه. والكلس حجي؟ الكلس كانوا يستخدموه بالبلد عنا، يعملوا الطون ويحطوا بلان ويبلشوا يحشوه لحتى يصير كلس، ما يستوي الحجر. طيب تشرح لنا اياها حجي كيف كانت تتم العملية بالضبط؟ كانوا يعملوا الطون ينحشوا بالأرض. نعم. ويكون أحجار فوق بعض أحجار أحجار ويخلوا بقلبه فاضي مشان يدحشوا البلان بقلبه. يحطوا بلان، يكونوا بلان من الأول حتى يصير كتير، حتى مش ينقطع ويروح يسوي يجي يسوي يولع نار، لا يكون كل شيء جاهز. تمشي ثلاث أيام يدحش بلان ليل مع نهار ما يوقف. بعد ثلاث أيام يتركوه جماعة، لا يبرد يجي يقوم ويلاقوا كل الأحجار صارت كلس. طيب ليش كنت تستخدموا الكلس حجي؟ مشان ليس الحيطان. يعني كان يستخدم دهان ولا كان يستخدم بدل الاسمنت يا حجي؟ بدل الاسمنت. بدل الاسمنت. او يعملوا طرش دهان ويطرشوا فيه. طب كنتوا تعملوا كميات يعني
للتجارة ولا كميات للاستخدام؟ للاستخدام البيوت أو يجي حدا من برا يشتري منها ما يعطوك. طب القرى المجاورة كانت تصنع برضو ولا أنتوا فقط اللي في المنطقة كنتوا تصنعوا حاجة؟ لا في كان يصنع بس أكثر شيء ياخذوا مننا لأنه عندنا بلان كثير أرض خصبة بالبلان يشتروا مننا. تتذكر يا حجي أنه كان عندكم معمل طوب؟ مجاور لا. طوب بلوك يعني؟ لا 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 ما كان. ما كان. كله حجر عادي كسروه يزبطوه ويعملوا عمروا فيه. طيب اسم المعمرجي حجي البناء تذكر مين؟ البناء كان يجي من صفد اسمه قاسم السايس وواحد من ريحانية اسمه دريس هذول كانوا شاطرين بالعمار. نعم. طيب حجي الحجار من وين كنتوا تجيبوها بالضبط؟ كان عند من اي جبل؟ لو في مقالة عندنا بيقولون المطحون كان يبحث عليها تلاقي حجر طري هذا يعني مش جبلي يا حجي؟ لا لا مش جبل سهل. نعم. شو الطريقة عمي في خلال الحجار كانت؟ بالمخل نقرا عليه بالمخل يدقوا بالزميل يفسخ قد ما بدهم يعملوا يصيروا يجيبوا شواكيش مثل زميل الشكوش براسه ظبطوا مظبوط وعمروا. طيب يعني لما كان واحد بده يعمر بيته حجي هو نفسه اللي يروح يخلع الحجر ولا كان في ناس متخصصين؟ لا في ناس يجوا من تشبيه الخصوص اللي قال على الحجار حملوا على البغال ويجيبوه على البلد. عظيم. طيب حجي الفخار استخدمته؟ استخدمناه بس ما استعملناه احنا نصنعه بدنا نجيبه خالص. من وين كنتوا تجيبوا حجي الفخار؟ من بنت جبيل او من صفد هذا السوق المشهور عندنا بنت جبيل او صفد. طب شو الفخار اللي كنت تجيبوه حجي؟ بس جرار ولا كنت تجيبوه شيء؟ جرار وخوابي للزيت وبريد هاي اللي كنا نستخدمها. الصحون حجي استخدمتوها فخار؟ كنا نستخدمها وفي هاي الطنجرة اللي الوسط يطبخوا فيها كمان. نعم. كمان نستخدمها. طيب حجي كان عندكم مصلح بوابير كاز؟ لا ما كان مصلح. طيب مبيض طناجر يا حجي؟ مبيض طناجر ما يجي من صلحة أو من يرون. من صلحة أو يرون. في ناس يجي من دبعال خصوصين لها. تتذكر أسماء حدا منهم يا حجي؟ والله أكثر شيء واحد من دبعال اسمه ناس والله شو اسمه كان جار أبو مرعي الله يرحمه. اسمه حسن مرعي. ممتاز. حجي وين كان يجلس لما كان يجي على القرية؟ كان بالدار اللي فيها عبد الله المحمود في رواء يقعد تحت رواء وكان اسمه محمد يوسف يقعد ينام عند محمد يوسف هذا كان عنده مضافة صغيرة يناموا عنده ويصلي عنده البواري البياض. تناجر. طيب حجي بدنا نسألك وانت صغير شو كنت تلعب؟ شو كانت ألعابك وانت صغير؟ نلعب الكلة. نجي نجر عواتيل من العطول احنا نجر عواتيل نضربه بالأرض اللي يغلب ياخذ كل العواتيل هيك نستعمل. طيب الكلة شو حجي كنت تلعب بالضبط؟ الكلة أزاز صغير. يعني تلعبوا مثلا بيش ولا؟ بيش ولا صيب ولا؟ لا لا بليد نصبر ورا بعض واللي يصيب هو ياخذه. طيب غير هيك شو كنتوا تلعبوا برضه حجي؟ ولا شيء. كرة قدم حجي لعبتوا؟ لا كانوا يلعبوا ضربة العصاية مثلا. شو اسمها هاي ضربة العصاية؟ ضربة العصاية الكورة. كورة نعم. حطها انت لك جيرنون انت لك جيرنون تحط عصايتك فيها تروح تضرب الكورة يجي يسبك يحط عصايته محلك يتحشى. هاي تصير. طيب البنات الصغار اللي كانوا بيسنكوا يا حج تتذكر شو كانوا يلعبوا؟ ولا شيء دربية في الداخل هذول ما داروش على الشارع يعني مثلا خواتك مثلا شو كانوا يلعبوا يا حج؟ ما كانوا وعيوا صاروا يشتغلوا بالدخان يفلحوا بالارض معهم. طيب ما كنت ما كانوا يلعبوا مثلا نط الحبل او الحجله؟ الحطه والحبل هاي كانوا بالبيت يلعبوا. اي بالبيت انا قصدي ما يلعبوا برا. طيب والحجله حجي؟ حجي؟ الحجله اللي هي مربعات كنتوا تسموها ايز؟ لا لا مش مربعات هاي مثل منقلي او دراما. لا لا حج اللي كان اسئلها اسم عندكم شيء ثاني انا اسف. ست مربعات حجي على ادريس. لا لا كبيره حجي كان اللي بيلعبها وتلعبها تحجل على رجل واحده مثلا. هاي كان يحجزوا بالارض. ايوه
عشان قالي من السيد شو اسمه صديق ستو حجر وسيلو بطلها تدفع بيجرك من بيت لبيت لبيت و... ونسميها حجلة يا حاج شو نسميها؟ حجلة حجلة لا احنا مش نقول بحجلة شعر نسيها. طب حجي كان يجيكو صندوق العجب او صندوق الفرجة؟ كان يجي يجيبوا واحد حامله على كتفه يحطه ويصير بيده ويصير هو يغني وشريط يلعب وهو يغني الغناية اللي حفظها ابويا نتفرج نعطيه يا بيضة يا نص قرش يا هيك نشر. طب شو كانت الصور يا حاج تتذكر؟ صور متحركة يعني صور مثلا الكعبة صور العنترة ما يحطش الكعبة ولا شيء مثل العنترة أو الزير أو إيش شغله كان يحطهم؟ طيب حجي كنتوا تعملوا فخاخ لسيد العصافير؟ كثير هاي كنا نصنع. تتذكر مين كان يصنعها وشاطر في تصنيعها؟ لا كان يلفوها يجيبوها من التشبيل بس كنا نعمل شبك للعصافير من العناص الذرة البيضة حط فيه من ديل الخيل شعر شبكها يجي العصفور ينقطع الشد حاله لبرا يطيق برقبته أو يجر هيك تصير أكثر شيء إنه ما تتلج الدنيا. طيب يا حجي مقاليع كنت تعملوا يا حاج؟ كنا نصنع منصور. طب حجي الكبار شو كانوا يلعبوا؟ كانوا يلعبوا المنقلي او الادريس هيك هاي لعبنا اكثر شيء. كانوا يلعبوا شده يا حجي؟ كانوا يلعبوا ورق كثير هاي اللعبه تبعنا موجود. طب حجي كان في عندكم حكواتي في القرية؟ لا ما كان. حضرتك تحدثت انه كان في مهرج. هذا كان يقعد لما يجي المفتي يقعد ينكت للمفتي. مين هو حجي؟ مين هو؟ أسعد المحمود. بس تنكيت يعني مش لا لا بس لما يجي المفتي يجي يقعد يسلم. طب حجي صار ان حكومة الانتداب البريطاني جابت سينما على القرية؟ سينما؟ نعم. لا جابتها مرة على صلحة رحنا تفرجنا بصلحة. بصلحة. حضرتك تفرجت عليه فيلم؟ تفرجت عليه كان حد الحرب بين المانيا والانجليزي بعد شوية شغلات. طب شو السينما عامل اللي كانت في ذاك الوقت يعني كيف عملوها؟ يعني الطيران كيف يطير او الدبابات كيف تمشي هيك شغلات. احنا نقول هاي بده يصير حرب هون او شغلة. طيب حجي قصدي انا بالسؤال انه وين كانوا يعرضوا الفيلم مثلا؟ وين كانوا يعرضوا السينما؟ حطوا شاشة بيضاء مثل خامة وسلطوا لمبة عليها. في سيارة محل هون بالمصفى يجيبوا. مرة ولا أكثر يا حجي؟ يمكن صدفة مرة واحدة شفتها بحياتي بصلحة. وكل أبناء قريتك راح حضروا الفيلم ولا لا يعني؟ مش كلهم، يقدر يمشي يروح يروح ما يقدرش ما يروح. طيب كيف يعني بلغوكوا في الموضوع حجي؟ كيف دعوكوا؟ مش بلغونا، صار يقولوا لنا ايه صالحة والله بده يجي يعمل سينما معنا نروح نركض نتفرج. فتطوعتوا انتوا لل طيب حجي بدنا نسألك عن النور يا حجي. النور كان يجي ايام الصيف عشان نستفيد من القمح نقطعوا قمح. طيب شو كان شغله؟ او تحت التين. شو كان شغله معاهم يا حجي؟ دول يعملوا غرابيل يعملون كل من جلود الحمير اجى مثلا نشفوا يفتلوا يعملوا غربيل او مقطب او حلول هيك مشان يسوي فيه القمح. كانت كثير شغلتهم تفيد. طيب حجي باي موسم يعني هل بس بموسم الحصاد كانوا يجوا ولا كانوا يجوا مواسم اخرى؟ يجوا بمواسم الربيع والحصاد اكثر شيء. يعني طيب الشتاء ما يقدروش يسكنوا عندهم. طيب في حدا منهم استقر عندكم في القريه حجي؟ لا لا انا تتذكر اسماء حدا منهم؟ لا والله ما بذكرش اسماء، انا ما بذكرش اساميهم، كل سنه يجي في وش شكل ما يجوش هون ذاتهم يعني. طيب حجي كانوا يمارسوا الرقص والغناء مثلا في القرية؟ كانوا يمارسوا الرقص والغناء. بأجر ولا بدون أجر يا حاج؟ لا بأجر، يجي لعندهم مختار يدعين يعملوا له حفلة ينولهم ليرتين فلسطين أو ليرة فلسطين والليرة الفلسطين عندهم تسوى قبيلة ثانية. طيب حجي لباس النساء النوار كان محتشم ولا كان؟ لا كان محتشم مثل نفس الأكراد، نفس اسمه بالأكراد. نعم. ما يكشف على راسه. طب حجي كانوا يعملوا يعني زي المشي على الحبل مثلا أو لا. أو الرقص على الحبل؟ في واحد كان يجيب سعدان عشان يسمع.
دو ادبكي نامي نام كيف تعمل العجوز كيف تعمل يدوني حين من الطبلة تبعته يصير دب من من شاف رجيم يعني زي السيرك يا حجي. ايوه زي السيرك. طب حجي كانوا يدقوا الوشم للنساء؟ كانوا يدقوا الوشم لنساء القرية ولا لإلهم؟ لا نساء القرية هم يدقوا. طب كانوا يقرأوا البخت أيضا يا حجي؟ يقرأوا البخت؟ النور كان يقرأوا البخت النور قصدي. كانوا في ناس يضحكوا عليني يسرقوا منهم أنا أو مصاري أو. طيب حجي كان يعمل أسنان ذهب أسنان فضة خواتم كانوا يعمل يعملوا بيع. كيف كانت نظرتكم لهم يا حجي؟ طبيعي عادي أن هذول اللي يستفيدوا بعيش والشعب اللي بدي يعمل بيستفيد من وراء لأنه مصلح الأسنان رسرس أسنان ويسوي ركبة. قصدي أنا بشكل عام حجي يعني نظرة الإنسان النوري مثلا شو كان؟ لا ننظر له طبيعي ما نستحقه يعني او ما في احتقار. لا 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 ابدا. حتى كان عندكم نادي رياضي او لا ما كان في او جمعيه او ولا في شيء. طيب حجي بعد اذنك بدنا ناخذ استراحه ونتابع حديث ان شاء الله.